المركز المصري للفكر والدراسات بيعقد الخميس اللي جاي إن شاء الله مؤتمر حقوق الإنسان بناء عالم ما بعد الجائحة، يتناول تأثير جائحة كورونا بحضور رفيع المستوى من الوزراء، كبار المسؤولين، ممثلين عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال التنموي. الحقيقة محتاجين إن احنا نعرف تفاصيل أكتر، عشان كده معانا الدكتورة نهى بكر، عضوة الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. يا دكتورة نهى، تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك ومشاهدين الكرام، أهلا بي. لو نمسك العنوان، يعني حقوق الإنسان بناء عالم ما بعد الجائحة، يعني الهدف من اختيار هذا العنوان وإيه الهدف من هذا المؤتمر في هذا التوقيت؟ الحقيقة أنه الجائحة يعني ثبت أنها كانت بيها تأثيرات فيما يخص حقوق الإنسان. إزاي تم التعامل مع حقوق الإنسان أثناء هذه الجائحة؟ هل تم التعامل بالتوازي؟ هل كان في تمييز؟ هل كان في عنصرية؟ الحقيقة كمان المؤتمر بيبحث في كيفية بناء عالم أفضل بعد الجائحة، إلى أي مدى الجائحة أثرت على أهداف التنمية المستدامة، وإلى أي مدى ما بعد الجائحة ممكن أنه يكون عالم أفضل للجميع. إزاي إشكاليات زي المساواة، إشكاليات زي جهود التنمية المستدامة، كل دي هيتم تناولها. وزي ما حضرتك ذكرتي، الحقيقة إذا كنا بنتكلم على حقوق الإنسان فإحنا بنتكلم على المجتمع المدني وإزاي أنه يكون حاضر وموجود، بنتكلم على المسؤولين إزاي إن هم يسمعوا من المجتمع المدني، إزاي نقدر نخرج بتوصيات لعالم أفضل في المرحلة اللي احنا فيها وما بعد المرحلة اللي احنا فيها فيما يخص حقوق الإنسان. طيب المستهدف بشكل كبير جدا، يعني مش عايزة أستبق الحقيقة المؤتمر وأقول مثلا التوصيات المستهدفة، لكن الرسالة اللي عايز يوصلها المركز بشكل كبير جدا، خاصة في هذا الملف الحساس جدا، ملف حقوق الإنسان، اللي حضرتك أكيد تعرفي أن الملف ده تحديدا يعني زي ما بنقول كده ليه نقاط قوة وليه نقاط ضعف، وساعات كتيرة بيعمل مشاكل كتيرة جدا لبعض الدول. شوفي حضرتك، هو المؤتمر هيتكلم على العالم بشكل عام وكمان على مصر، يعني لو بصينا للأجندة بتاعته هنلاقي انه في من يعني بعض من سيتحدثون على مصر، وعندنا كمان هيكون حاضر منظمات دولية، هيكون حاضر الأمم المندوبين من الأمم المتحدة عشان يشرحوا شكل العالم الآن وما يمر به فيما يخص ملف حقوق الإنسان وشكل العالم مستقبليا. مفيش كمال، يعني مفيش دولة بتحظى بالكمال في هذا الملف، لكن كل دول تبحث في كيف تكون أفضل، كيف تتعلم من بعضها البعض، كيف يتم تبادل الخبرات. أعتقد أنه المؤتمر هيساهم في دعم كل ده. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتورة نهى بكرة، عضوة الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وبنتمنى يا رب يعني التوفيق للمؤتمر بشكل كبير ويخرج بتوصيات قابلة للتحقق على أرض الواقع.